وفيما يلي نستمع الى خير الحديث وطيب الكلم الى القران الكريم. نعرف الان مع تلاوه قرانيه مباركه لنا يتوسم الايات الان البينات يتلوها علينا فضيله القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.
إن المتقين في جنات.
إذا فاكهة
Oh,
Thank you.
Yeah.